الصبارة الراقصة المضحكة، وهي اللعبة الأشهر والأمتع والأكثر مبيعاً على مستوى العالم. طب إيه مواصفات الصبارة الراقصة دي؟ هي لعبة راقصة ومضيئة بتجذب انتباه الأطفال بشدة. تحتوي على 120 أغنية ترفيهية ممتعة بتردد الكلام بطريقة راقصة ومضحكة، يمكن إعادة شحنها من مدخل USB ولا تحتاج لشراء بطاريات. مصنوعة من قماش ناعم لا يؤذي الأطفال، يمكنها تسجيل حتى 15 ثانية. سعرها في متناول اليد، مش غالية قوي يعني، بتردد الأصوات، بتجذب الأطفال، بتجذب انتباههم وبتجذب انتباههم بشدة كمان، ومش مؤذية، وزي ما قلت لكم هي مصنوعة من قماش ناعم ما بيأذيش الأطفال. ممكن تسجل معاك لحد 15 ثانية، فيها زي ما قلت لك أكتر من 120 أغنية ترفيهية ممتعة. لكن اللي خلاها توصل انها تبقى ترند شكلها المضحك الغريب جدا اللي خلاها تجذب الاطفال وحتى الكبار